معليش لافافا جيسبيغ كلكم تكونوا مزيانين وان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. المهم قبل ما نبداو الفيديو كلشي فرقة اللعيبه ديال لايك واللي اول مره يتفرج فيه غيهبط يلقى واحد اللعيبه حمرا سميتها ابوني ولا صابوني يبرك عليها يطلع لوحدها واحد الجرس يبرك عليه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي ما تنساش دير لايك للفيديو باي نشوفكم على فيديو ثاني. المهم بوغ لو سوجي تاع غد النهار نهضروا على لاواي. لاواي بصفه عامه كما كتعرفوا لاواي هي واحد النوع ديال البروتين كيشبدوها من الحليب كتسمى مصل اللبن. هذا هو التعريف نتاع لاواي كامل. وهاد لاواي كاين بزاف ديال الانواع منها حنا نهضروا معها على حساب واحد النوع اللي هي لاواي جولد ستاندر. انا عطاكم كلشي عليها من اش كتكون وشنو شنو كتعطيك الكوغ ديالك وباش تقدر تبدلها الا ما كانوش عندك الفلوس باش تعوضها. المهم كلشي غتعرفوا على هاد لاواي جولد ستاندر. من داري كما قلنا نهضروا على لاواي. لاواي انا هاد المره نهضروا على لاواي جولد ستاندر. التعريف نتاعها هي بحال اللي قلنا في التعريف الاول هي واحد البروتين كيجبدوه من الحليب كيتسمى بمصل اللبن. وهاد لاواي جولد ستاندر كتكون على 24 غرام ديال البروتين في سكوب واحد كتخلط غير مع الماء ماشي بحال الماستيك ماشي بحال الانواع الاخرى كتخلطهم دوري مع الحليب باش يعطيوك ديك نسبه البروتين. المهم سكوب واحد فيه 24 غرام ديال البروتين 5.5 غرام ديال البي سي ا ا 4 ديال الجلوتامين. المهم انا كيجيني هذا من لي كومبليمون اليمونتير اللي زوينه اللي كيعطيك واحد الضخامه عضليه نقيه صافيه ناد فهمتي كيعطيك واحد ديفلوبمون تاع الميسكل ديالك نقي ما كيكونش مقليسي ما كتعذبش فلاصاش بزاف د الحوايج. وتقدر غير من هذا غير من لاواي جولد ستاندر بوحدها تقدر تدخل بها حتى لاماس ماشي كيقولك لا هي خاصك تستعملها غير فلاصاش وكذا. انا ضد هذه الفكره كامله حيت تقدر تدخل بها حتى فلاماس مثلا تستعملها هي ياك وتزيد في الدار في الماكله نتاع الدار تزيد داكشي اللي فيهم الكربوهيدرات بحال البطاطا الروز لي بات كاين بزاف د الحوايج فيهم الكارب تقاد لي غوبو ديالك ما بين هكا وهكا وانت ردي شي تماسي بيها تعطيك واحد الضخامه عضليه زوينه نقيه. المهم بالنسبه لي انا كنعتبر هذا هو من احسن لي كومبليمون اليمونتير كيما قلنا فيه 24 غرام ديال البروتين فيه 5.5 ديال البي سي ا ا 4 غرام ديال الجلوتامين وكاين جوج الانواع كاين وحده فيها 2 كيلو ونص وحده فيها 5 كيلو. بالنسبه للثمن تاع 2 كيلو ونص كدير ب 650 درهم 700 درهم. المهم بالنسبه لي انا اش كنعتبر هذا الجولد ستاندر بين لي كومبليمون اليمونتير اللي مزيان بالنسبه لي انا حيت فيه البروتين وكما كنعرفوا البروتين ضروري خاصك باش دير ديفلوبمون ميسكولير باش تطلع من الميسكل ديالك. وفيه ثاني حاجه اللي احسن حاجه اللي كتخليك ما تخسرش بزاف الفلوس ديال البي سي ا فيه 5.5 غرام في سكوب واحد البي سي ا وكما كنعرفوا على البي سي ا هي واحد الكومبليمون هي كتخليك انك ما تطيحش في الكاتابوليزم وكتخليك دير الاستشفاء العضلي دغيا وكتخليك ما تطيحش من بحال ملي تكون انت كتريني كيكون الكوغ ديالك استنزف داك الطاقه كامله ما بقاتش عنده الطاقه. شنو كيقرر انه يمشي لي ميسكل ويديك غادي من داك الشعيرات نتاع العضله يديك غادي منهم ويجبد منهم الطاقه. شنو كدير هاد البي سي هاد البي سي كتخليه بلي ما يمشيش لتما كيمشي للدهون كيجبد منهم الطاقه وبزاف العرشي فيها بزاف د الحوايج. انا جربتها كنت جربتها هي وجربت الماستيك وجربت السيلوز ماس عرفتي من بين احسن لي كومبليمون هي الواي جولد ستاندر. والثمن ديالها كما قلنا راه كدير ب 650 درهم 700 درهم على حساب. واي واحد بغى يعرف مين كنتقد انا لي كومبليمون يهبط يسولني في الكومونتير ولا يهضر معايا في انستغرام يطلع لك الانستغرام ديالي راه غنجاوبك عليه ونقول لك مين كنتقد مين كنتقد حيت راه كاين بزاف د الناس اللي كيبيعوا لي كومبليمون مغشوشين ماشي هما.